وقرع يهوى الباب. ريت من هو يهوى؟ يهوى بالنسبة لإلنا هو كل شيء، هو إذا بدك إله الكتاب المقدس. نحنا بنآمن بيهوى إنه هو السيد المطلق، هو إله الكتاب المقدس، إله الأنبياء وإله العهد القديم، ونحنا بنآمن فيه. وكل تبشيرنا قائم، يعني نحن اسمنا شهود يهوى، فكل تبشيرنا قائم على هيدي النقطة. يعني الله بالنسبة لكم، الله بالنسبة لكم هو يهوى. هلا شوي بنختلف بهيدي النقطة مع الكنائس مثلا، لأنه بالنسبة لهم الله هو المسيح وإلى آخره. أكيد هيدا غلط. لا، مش المسيح، ربنا رب. كمان بنختلف مع المسلمين، لأنه بالنسبة عندهم نظرة خاصة لله، فالله تبع غير أديان غير يهوى اللي نحن بنآمن فيه. يعني يهوى اللي حكي عنه كل الأنبياء، واللي بأسف إنه أقول إنه قريبا كل شخص منه من شهود يهوى رح ينال الهلاك بحرب كتير كبيرة رح تصير على الأرض. هالحرب اسمها هرمجدون، ويهوى رح يكون المقاتل الأول فيها. فمن هالمنطلق نحن بنقوم بعمل التبشير. نحن مدام بنعتبركم أشخاص ضالين، نحن بنحب من خلال عمل التبشير ننوركم، نوعيكم، لأنه قريبا في حرب رح تصير على الأرض. كل شخص منه من شهود يهوى رح يموت بهيدي الحرب. وكل شيء عم قوله مثبت بالكتاب المقدس، مش عم قول شيء من عندي. يمكن هلأ مش بوضع أنه نفتح الآيات، بس كلها آيات موجودة أنه قريبا في حرب رح تصير على الأرض، قريبا جدا، وكل شخص منه من شهود يهوى رح يموت بهيدي الحرب. بس للأسف أنه نحن رح نكون عايشين. فمشان هيك بنجي بندق بابك مدام، وأنت بتشحطينا، ونحن بنرجع بنجي بندق بابك حتى ننورك، حتى نوصل لك هالحقيقة اللي سوري دينك. سوري، أنا مش ناطرة شهود يهوى تنورني، أنا عندي مين ينورني؟ أنا عندي المسيحية اللي هي بس دينك مش عم بيخبرك عن هيدي الحقيقة. نحن عارفين كل شيء عن ديننا. مين هو المسيح؟ أحد الأنبياء، أحد الأنبياء اللي إجا على الأرض، هيدا هو المسيح. وفينا نقول هو أعظم إنسان عايش على الأرض كمان. ما بننكر انه في اليوم مسيحيين، في عدد كبير من المسيحيين. هيدا كفر اللي عم تقول؟ لا أكيد. ابدا هيدا مش كفر. كفر وقت الكنيسه اليوم بتقول انه المسيح هو الله. كنيسة؟ هيدا كفر اكيد. اكيد لانه المسيح منه الله. فينا نعتبره احد الانبياء اللي اجوا على الارض، فينا نعتبر المسيح اعظم انسان عايش على الارض. نقول المسيح ابن الله مش الله، ابن الله. الثالوث الثالوث بس سوري مش بس خليني اسمع المسيح. خليني اسمع شهود يهوى. لا يهوى هو المخلص بالنسبه لشهود يهوى. بس لا لحظه، بحكي بالنسبه لشهود يهوى. نعم، المسيح بالنسبه لشهود يهوى، وبعتقد معلش يا اما عندك انتقاص بالمعلومات او لا، شهود يهوى هن يعتبرون المسيح هو المخلص وابن الله او ابن الانسان حسب ما مذكور بالانجيل، لانه هن بيمشوا الانجيل بحد ذاته وليس احد الانبياء. نعم، واذا مش هيك انا شخصيا كشخص ماني من شهود يهوى، انما عندي اطلاع جيد عليهم انه معلومات. انا مش عارف صح ولا غلط، بس لحظة بس بين هلالين، أنا لا يعني أبرر ولا أصحح. خليني أفهم منك، يعني يشير الأب كميل مبارك إلى أن الشيطان يحاول هدم الكنيسة منذ اليوم الأول لتأسيسها، يعني وبحسب الأب أنتم الشيطان. رح جاوب، لأنه أكيد من المفروض جاوب بكل صراحة. نحن اليوم عم نحكي بكل صراحة، الكنيسة هي مقر الشيطان، وحتى البابا بذاته فينا نقول هو ممثل للشيطان على الأرض. هيدا إيماننا، مشان هيك نحن اليوم بنحارب الكنيسة، لأنه رجال الدين بنظرنا هن عم بيعلموا تعاليم غلط، تعاليم شيطانية. رجال الدين موجودين، يعني أبونا بولس الغالي، يعني شهود يهوى هل أت بروحه بعيد بتفكيرهم وبعقيدتهم، أو في مبالغة مع باريتا. احترامي لألك، بس هيدا الشيء اللي نحن بنقيم. خلينا إياكي إيه لا شك، إذا مثلاً بس اخر كتاب شفناه صغير صوره بيحطوا هون البابا، الكنيسه، الشيطان، الزانيه، هتلر، حد بعضهم، يعني هاو كلهم سوا مثل بعضهم. يعني الكلام اللي عم تنقله ريتا هو كلام بتاكد عليه ابونا؟ هيدا كلام، هيدا عقيدتهم، هاي عقيدتهم، هاي هن بيقولوا هالكلام بكل بساطه. ارجع لك ابونا ريتا، كيف انتسبت الى شهود يهوى؟ بأي عمر؟ مثل ما قلت كان عمري تقريبا 15 سنة، بس ما كنت غريبة عن الجو أبدا، لأنه إخواتي الكبار، أنا مؤلفة عائلتي من 12 شخص، يعني في جيلين إذا بدك، فإخواتي الأكبر سنا من زمان هن بشهود يهوى، من تقريبا بالفترة اللي أنا خلقت فيها.
فربيت بهيدي الاجواء ما كانت غريبه علي، بس بأسف انه البابا الله يرحمه كان ضد شهود يهوى. فبالفتره اللي بيي كان عايش فيها نحن الجزء الصغير من العائله، كان البابا عامل مثل حاجز بيننا وبين اخواتي الاكبر حتى ما يصير في تواصل، لانه برايه كان عم بيحافظ علينا. بس بعد ما توفى البابا صار عنا الحريه اكثر، وهالشي خلانا انتسب لشهود يهوى. كنت مجبوره لانه جبرت؟ لا لا ما بيجبروا حدا، انا اقتنعت. انا اقتنعت بالحقيقه. انت اللي كنت مسيحيه واللي 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 ربيتي على اسس مسيحيه وبيي كان مسيحي، اقتنعتي من يوم للتاني بكل يعني هالتعاليم يعني اللي تشربتيها رفضتيها من يوم للتاني؟ قام تعرضتي لاغراءات ماليه، لاغراءات ماديه، تعرضتي يمكن لغسل دماغ والى اخره. اكثر شيء المال. شهود يهوى رح ارجع وكرر معه الحق والحقيقه، واليوم الحق بيقنع. انت كيف كمسيحيه كنت صرت اعترفتي بالحق والحقيقه بنهار للتاني؟ من خلال المناقشه، يعني اليوم شهود يهوى. انت كنت طفله ناقشتي لما توفى والدك؟ كان عمري تقريبا 15 سنه، وبما انه جو العائله هيك يعني اللي عم بيحكوني كانوا من عائلتي، فمشان هيك كان سهل علي. وبشكر يهوى على هيدا الشيء انه انا تنورت وصرت هلا عم جرب انه نور. بشكر غيري. الله بشكر الله لانه يهوى بالنسبه لنا هو كل شيء. لا الله ريتا، قد ايه في اسلام قد ايش في مسيحيه بشهود يهوى؟ بصراحه بالنسبه لنا كشهود يهوى شوي اسهل انه نفوت على البيوت المسيحيه، لانه بنلاقي في شوي قاسم مشترك، هن شوي يمكن عندهم نوع من تساهل. بنعرف انه المسلمين مع احترامنا لهم عندهم يمكن نوع من تعصب، بس ما بيمنع يعني انه عم نحاول بكل الطرق. وبحب اقول انه بعد خبره طويله صلنا حوالي 120 سنه نحن موجودين، انتشرنا باوروبا، انتشرنا بامريكا، بلبنان من تشرين الحمد لله نشكر يهوى. بس الشيء اللي بدي اقوله انه هلا حاليا عم نوجه كل اهتمامنا للاشخاص المسلمين، يعني مؤخرا عم نروح جروبات على مناطق مثل فيني سمي مناطق البسطه وغيرها وصوب منطقه المطار، هالمناطق كلها اسلاميه، وعم نتوجه لهم بالبشاره كمان لانه بنحب نوصل لكل الناس. عم بتبشرون بيهوى؟ اكيد اكيد. انتوا بتموتوا شو بصير فيكم وقتها بتموتوا؟ عنده مقبره خاصه. الموت هو نهاية كل شيء. وين بتروحوا؟ مكرم بترابوس بعتقد. برجع وبقول في عنا مدافن بعدة مكان أماكن. الإنسان بس يموت، في أحد الأنبياء بيقول، وأكيد برجع وبقول ما معنا كتاب مقدس بس حافظة كل الآيات وفيك فيه فرجيك إياها، في محل بيقول موت الإنسان كموت الحيوان. فنحن من هيدا المنطلق بنقول انه الانسان بس يموت، روح بعد 4-5 ايام على حي الله مقبره بتشوفه دود وانتزع وخلص، والحيوان بس يموت ذات الشيء. بس نحن بالنسبه لنا كل شخص مات وهو من شهود يهوى رح يرجع يعيش بالعالم الجديد، في عالم جديد بالنسبه لنا رح يكون هون على الارض. جورج حداد، انت متعمق بالكتاب المقدس، شو تعليقك على الكلام اللي قالته ريتا فيما يتعلق بالمسيحيه؟ ما بعرف ليش نحن بدنا نجزئ الكتاب المقدس، اذا بتروح لسفر الجامعه حتى باخره وبتقرا باخره بتقول انه الانسان يحاسب بحسب اعماله، معناتها الانسان مش مثل الحيوان، الانسان بيطلع عند ربه. يعني شهود يهوى بفهم كلامك بجزئه الكتاب المقدس وبفسروه على زاويه وبيقروه اذا بدك، بيقروا العهد القديم بحطوه على العهد الجديد، بدل ما يعملوا العكس يقولوا انه العهد الجديد بينحط على العهد القديم على ضوء يسوع، لانه يسوع بيقول انا الالف والياء. نعم انا البدايه وانا النهايه، معناتها منبلش من عند يسوع. بالنسبه لك ريتا شو انت بالنسبه الى انا بالنسبه لي ريتا هي خروف ضال، انا عم فتش عليه. انا منو عدو لإلي اي انسان، لان يسوع قال لي احبه اذا عدوي حتى بده يكون انا بدي احبه. بتذكرني باسمك؟ جورج حداد. مسيو جورج، بدي اقول لك شغله انه نحن بنعتبركم ضالين من كل الاديان، مشان هيك نحن بنسب. ريتا بس سؤال، الكنيسه عمرها 2000 سنه. لا شو بتجي خليني اسمع توني يهوى، معلش بليز خليني اكمل الفكره. الكنيسه عمرها 2000 سنه، قد ايه عمرهم شهود يهوى؟ على شو بدنا نبني؟ بس الوقت منه في بقلب الكنيسه تقاليد عمرها 2000 سنه، في كتاب مقدس بين ايدي الكنيسه. توني جورج بيقول لها ضاله، هي بتقول له ضال. كنا ضالين بالنهايه، لانه بالنهايه اذا بدنا نبلش الحديث بمين صح ومين غلط، انا الصح والكل غلط، وكل واحد موجود هون هو الصح والباقي غلط. بس في حقيقه. لا لحظه بس خلوني، في كنيسه عمرها 2000 سنه عم نحكي بدا عمرها، مش عم بقول انت او هي، عم بقول كل شخص بيعتبر جماعته ومجموعته ودينه. خي الهندوسية عمرها 3-4000 سنة، معلش بدنا نحكي بالدين، خلينا نحكي، أنا ما بدي أحكي بالدين إذا بدك. كل واحد، أنا جاي لسبب إنه كل واحد عنده غير رأيه. غير مؤمن حضرتك؟ غير مؤمن؟ عفوا؟ غير مؤمن؟
ملحد؟ خليني احكي، معلش ما بدي احكي معي. اذا انت 15 سنه، انا من عمر 9 سنين لعمر ال 18 سنه. باختصار انا رايي الشخصي انه الناس لديها ما يكفي من الاعباء ومن المشاكل، واللي عنده ديني واللي ما عنده دينه. انا اذا بدي اعتبر انه في حدا عم يقتنع بشهود يهوى، بيكون يا اما قدر حدا يقنعه، هي شغله شخصيه اوقات بتكون، نعم، يا اما شخص عنده نقص ديني في مكان ما وانا بلوم المسؤولين عنه وقالتها هي فوصله. طيب بس مش معي تلكيل. يعني انا بتلوم ابونا؟ لا لا اكيد اكيد ما عنده مالك. ما وقفت القصه على لبنان، لحظه، القصه مش بلبنان او بهالمكان وبهالمكان. هذا الشخص يمكن ما عنده، عم بحكي عن لبنان انا هلا، بلبنان او غير لبنان طبعا في تقصير عند هالشخص، او هو عم يدور على معنى اخر للحياه، لقى هون المكان. ناس بتروح على البوذيه، ناس بتروح على وهي حره، وهي حره تروح مطرح ما بدها. شرط انا بالنسبه لي مشكلتي مع شهود، علاقتي مع شهود يهوى او مع المسيحيين او مع المسلمين او اي انسان لبناني ساكن بهذا البلد، نعم، رح اطلع لبرا بهذا البلد. هي انا مثلا ليش ما عندي مشكله مع شهود يهوى؟ لم يشاركوا بالحرب، انا هذا يكفيني.